طبعا ما خلنا هلا انت تسمع السيناريو كامل هي الحين خل الفكره بس بشكل عام يطعن ولد هذاك وهذاك يموت هل يبدا عاد ابوه لا في الوقت اللي اخوياه موجودين عنده يطعن هذول يقول يا اخويا تعال تعال وينحاشون ويتركونه ويخلونه هو عند هذاك الحاله فهمت يجي على يطلب ابوه ابوه ايش انا اللي انا ليش ولين اللي سويت ويمشي يقوم يشحد عند الناس الديه يمسك الناس ويتطلبهم ويترجى العالم فهمت يصير يبغى ديه عشان ولده حلو وتنتهي على انه خلاص يصير يشحد يشحد وهذاك يحكم عليه بالقصاص ونختم بايه ونختم بايتين مثلا ان الفتنه شد من القتل وان في القصاص هي حياه لكم يا الباب فهمت كيف الفكره نعم وش رايك فيها مجنونه فهمت يعني نوصل الفكره ان متى تبدا هي تبدا من مجنونه ايه بس اقول لك يبغي لنا نحبكها والله مجنونه مجنونه والله تطلع لا سوينا فويس موسيقى واهات حزينه وشغل دور اللي يموت باخذه اضبطه اللي يموت اضبطه باخذ انا اخذ ذا من هنا اعرف اضبطه ما عليك دور اللي يموت اضبطه صح خلاص عشان انت في البدايه شوف انا مبدئيا بخليك انت مثلا اللي يموت دور اللي يموت تمام انت اللي يموت ايه؟ وسعد الكلثم بخليها الولد الطايش لا ليش مو صالح من صالح صالح بخليه ابوه ايه ولو ان صالح الدورين كلها صالح بيمشي على الدورين بس انه وبا برضه محمود بيضبط الدور انا اللي يموت ذي قد يعني كثير جربت للمشهد فادري اني اقدر له اللي هو وشو؟ اللي يموت خلاص مو مشكله مو مشكله احنا شوف المشاهد ما عندنا مشكله فيها بنضبطها بس الفكره لازم ان احنا نرسمها صح تدري وين المشكله؟ عددنا احنا اكثر مجموعه لا 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 أقل. تعدلت بس كان عندنا والله ودك يا اخي الفقر انه يا اخي بالله ما اشتقت انها تكون اسبوعيه لا والله يا اخي ترى صعوبه يا اخي انت تحسبينها انا بقول لك حاجه انت لانك تحس الحين هم يحطوني انا قائد مجموعه وفلان قائد مجموعه ترى الموضوع يصير على القائد نكبه وانا اقول لهم يا اخي انا مالي دخل انا مالي دخل مالي دخل مو مجالي ذا من يضيق سرور من يضيقك يا سرور تقول خل عنك ما ادري ايش هذه ما هي نفسها صح؟ وش هي؟ كيف؟ هذه الدلة اللي قبل شوي النوع ذاك اسرور اسلم هذه الدلة؟ ايه اقسم بالله فنجان كايف هذه الفكرة؟ بس خلها لين بس تنكه الدلة صح؟ الدلة ما نكهت إلى الحين فيها شوي جديدة بسم الله العلي العظيم إنه أطلق فنجان أخذته من كم صار نحن؟ من عرفت من حياة من دخلت البحر لا لو دقت لي البارح أنت عندنا البارح سويت وشوف من قرب ما سك الفجر نبي لنا فنجان إيه والله إني كنت أبغى بس ها؟ ما فيها طعم وشو؟ إيه لا فيها اللي يعرف للقهوة فيها لذعة لا اللي يعرف للقهوة يحس بالطعم أنا حاسم فيه خلينا نضبط كحيلان خلاص انت اعتمدناها ايه ان شاء الله واللي بعدها هذيك عاد انا بسويها ايه هذيك بسيطة عاد ماله وهذيك بعد ترى يبي لها تنطيط وش هي؟ من الاحداث اي وحدة؟ هذيك الواقعية ايه يبيلها بتاخذ وقت شغل. يا تاخذ وقت لا شوف هي اذا اختصرنا ما تاخذ وقت بس يبي له شغل انا ما ابغاها اذا مثلا تبي راي اجمع شباب وسوها على اللايف وش هي؟ صادق سوها على اللايف مبادره منك على اللايف مو بلازم كلكت وش هي؟ فهمت الفكره؟ يعني قصدك اني اسويها لايف؟ هي زي حقت شاهي جمر حقت عبد العزيز صالح الفرحان فهمت؟ سوى كنا مشهد بس انه فهمت؟ كنا يعني نسوي مشهد كذا مو شرط يصير في الكلام انا على اللايف بصلح عن وقف مكه
الوقت حق بصائر. عادي لو تتكلمها كأنها من ضمن الرياليتي، فهمت؟ تعتبر منك، تعتبر لك يعني. قال كذا المقطع اللي قلت بينقص وبينزلونه. لا هي شغلة غير. هي سالفة غير. بس السالفة هذه اعتمدنا، لكن يبينها ضبط. نبغى المركز الأول لأن صراحة الموضوع حساس. ومعنا في الكلكت؟ مبدئيا والله صدق لازم يا ذا لازم نشد. لا مبدئيا ان شاء الله يمكن يصير هذا الولد اللي ينقتل وانت تصير الولد القاتل. وصالح يمكن يكون صالح القحطاني، صالح القحطاني يمكن يكون ابوك انت، ومحمود فلاح يمكن على حسب. لا 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 صالح القحطاني يشيش. اي اي يمكن صالح يعرف يخلي الواحد يشوش. بس انه فهمت انا ادري، بس في ادوار لا لا صالح في ادوار كثيره يعني، هي مو على هذه وبس، في ادوار كثيره بعد ما تقتل انت ويبحث عن الديه ويبحث عن حاجات هذه، في ادوار كثيره. لا بينا الموضوع بشكل عام ولد خلص. لا ريحه الغاز صالح القحطاني ما يصلح يصير دور الاب الصالح، يصلح يصير دور الاب اللي شايش، فهمت؟ صالح صلى الله عليه عندي يضبط يعرف يخلي الواحد يشوش. ما شاء الله هذا خلاص بيضبطه. هو لازم اليوم نعطيهم النص صح؟ بسيط بسيط نكتب حنا شو اسمه؟